السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا مهندس. شو صار؟ ما شايفين ايش؟ كل شيء خلاص بعد ما في شير شير سكرين. شو مشكله الشير؟ سامعين الصوت؟ سامعين ما سامعين بدون صوت بدون صورة. لا ما هسه سلايد شير خلاص. سكرين شير. اوكي تمام اوكي. هسه اليوم شابتر 7. اوكي ان شاء الله في شابتر 7 اليوم راح ناخذ هاو تو كومبير بتوين تو الترناتيف بتوين تو بروجكتس اند بتوين تو مثلا ماشينز اي شيء بيز على الريت اوف ريتيرن يعني بيز على الاي. هلا احنا المره الماضيه اخذنا في شابتر 5 البريزنت ويرث اناليسيس او الفيوتشر ويرث واخذنا في شابتر 6 الانوال ويرث. Now in this chapter, we will understand the meaning of the rate of return, calculate the rate of return for cash flow, understand difficulties, determine multiple ROR, calculate the external ERR, calculate R and I for bonds. أول شيء بالنسبة لل rate of return, الهدف منها شو بتعمل؟ بيعطيني two alternative وبيعطيني المار، صح ولا لا؟ مش كل ناخذ يعطيني المار. انا بعتبر انه الاي ستار الاي انون وبحسبها بيز على الفيوتشر ويرث. هاي الار او ار بيز على البريزنت ويرث او الفيوتشر ويرث او الانوال ويرث. بطلع الفاليو تبعت الاي وبقارنها بالمار. اذا كانت الفاليو تبعت الاي اعلى من المار ذات از جيفن بحكي عنه البروجكت از ايكونوميكالي فيابل قابل للحياه او ايكونوميكالي جاستيفايد. اذا كانت اي ستار اللي انا حسبتها اقل من المار في هاي الحاله بيكون البروجكت ايش نوت ساتسفايد تمام بيكون نوت جاستيفايد نوت ساتسفايد فروم ايكونوميكال بوينت اوف فيو. واضح ولا لا؟ هسه المشكله في الار او ار في هذا الشابتر انه في عندنا شويه ماث. فانا مشان اتخلص من الماث هذا بطلب منكم الكل يستخدم الالات الحاسبه مشان يحل ايش المعادلات. طبعا بنعمل احنا الكاش فلو دايجرام بعدين انت الحريه بترجع لك. حاب تستخدم البريزنت ويرث ايكويشن حاب تستخدم الفيوتشر ويرث او حاب تستخدم الانيوال ويرث اتس اب تو يو. هسه مره ثانيه قلنا احنا شو بنعمل بتاخذ ايش بناخذ احنا هذا اللي بالمناسبه هذا السلايد هذا اللي احنا فيه حاليا اللي هو رقمه 6 من 29 وسلايد 5 من 29 هذا ماث. انا اشطبوهن ما بدي اياهن ما بدنا اياها بالمره. خلينا نبلش لانه انا راح استخدم الاله الحاسبه فقط. هلا خلينا نشوف الاكزام مشان افهم الموضوع. Investment of 20,000 in a new equipment اذا البريزنت فاليو البي تساوي ناقص 20,000 ثمن حق الايكوبمنت هاي ثمنها 20,000 دولار. Generate income $7,000 per year for 3 years. Okay. The time can be sold with $8,000 after 3 years. إذا salvage value شو تساوي؟ 8,000. If the company's MAR is 15% per year, should it buy the machine or not? طبعا ممكن أنت تحلها. أول إشي ممكن انت تحلها using what's called اللي هو عفوا ممكن تحلها انت هسه اوكي ممكن نحلها using البريزنت ويرث عادي. طلع البريزنت ويرث اذا كان البريزنت ويرث اعلى من زيرو اوكي اقل من زيرو ريجكتد. صح ولا لا؟ معي انت ولا لا؟ الو دكتور معك. هسه احنا في هذا الشابتر مطلوب منا احنا مطلوب منك التالي نحكم هل نحكم هل افهموني هل هذا المشين
economically justified ولا لا. انت ممكن تحلها using الاني والميثودولوجي صح او البريزنت ويرث. مين بيقدر يحل اللي هي using البريزنت ويرث؟ تعرفوا كيف بريزنت ويرث؟ ناقص 20,000 زائد 3,000 يبيع على ايه؟ عند كم الاي؟ 15% اعتبرها 15 زائد 8,000 بيع على اف 15. تمام معايا انت ولا لا؟ اذا بتطلع اكبر من صفر اذا كانت اكبر من صفر اتس اوكي. هالسألة مطلوب مني احلها يوزنج الار او ار. تصور كيف يعني الار او ار؟ المار اللي عندي 15% صح؟ تمام؟ ايوه. باجي بحسب البريزنت ويرث او الانوال ويرث او الفيوتشر ويرث اللي بدك اياه انت حر. اذا بتحسب البريزنت ويرث بتصفره بتحكي البريزنت ويرث ايكوال تو زيرو. شو يساوي؟ ناقص بي 20,000 صح ولا لا؟ زائد 7,000 بي على اي اي ستار 3 ييرز على اساس بتخلي الاي ستار مجهوله. معاي انت ولا لا؟ وبتخلي البريزنت ويرث ايكوال زيرو زائد 8,000 في بي على اف اي ستار 3 ييرز. تمام. هلا خلينا نشوف قسم المعادله الكل معاي. خليني افرجكم على الكاميرا كيف حليته مثلا. هنا شوي بس شوي بس ثواني هسه بنزل لكم اياه. صوت هذا طلعوا على هذا. شو عملت انا بالضبط؟ شايفينها ولا مش شايفينها؟ يلا 20,000 شو تساوي؟ 7,000 واحد زائد اي تكعيب. ها شو هاي؟ هاي عباره عن البي على ايش؟ على ايه؟ الفورمولا زائد 8,000 في البي على اف صح ولا لا؟ صح. قسمت على 1000 صار عندي 20 تساوي 7 في هاي الفاليو زائد 8 في 1 زائد اي قوي 3 صح ولا لا؟ قوي ناقص 3 مزبوط. اذا انا اللي عملته اخذت الفورمولا لبي على اي والفورمولا لبي على اف حطيتها في هاي المعادله. واضح ولا لا؟ شايفينها مش شايفينها؟ الو واضح مهندس. قسمت على 1000 حطيت فورمولا شايفينها مهندس. صارت عندي معادله. شو فيها النون؟ فيها اي. تستخدم الاله الحاسبه. تمام. الاله الحاسبه بتستخدمها انت. تمام. استخدمت الاله الحاسبه تمام. طبعا you can use it. شو بتحطها انت؟ بتحط المعادله عادي. حدا بيعرف يستخدمها ولا حدا بيعرف ايش الاله الحاسبه؟ سؤال. اتعلموا كيف تحلوا معادله في الاله الحاسبه. حط المعادله في الاله الحاسبه. حط 20,000 صفر تساوي 0 ايكوال 0. بدي اعملكم اياها معلش. اذا معاه الاله الحاسبه يعملها بليز. الفا تمام هسه 0 ايكوال شايفين هاي 0 ايكوال ايش؟ ناقص 20 زائد 7 ضرب ايش؟ زائد 7 ضرب 1 زائد الفا اي 1 زائد الفا قوة 3 تمام ناقص 1 تقسيم صوت اوكي. بتعملوا بالكالكوليتر آلة حاسبة بتكملوها بتعمل سولف 4x بيطلع معاك الاي ستار 18.2 واضح ولا لا؟ اوكي الاي ستار بيطلع 18.2. اذا كم المار عندي؟
15 compare between the I star from this equation and the mar. Okay. سامعين ولا لا؟ سامعين مهندس. اذا بانه الاي ستار عندي 18.2 حلها بالآلة الحاسبة تطلع معك الجواب. بما انه الاي ستار اعلى من 15% اعلى من المار، المار 15، اذا the company should buy the machine. واضح ولا لا؟ اذا حليتها في البريزنت ويرث حط اي 15% وحلها عادي معادلة عادية، حط مع اي 15 لازم يطلع معك البريزنت ويرث اكثر من زيرو، لانه سواء استخدمت انت البريزنت ويرث او الانيوال ويرث او الار او ار يو ويل جيت ذا سيم ريزلت. واضح ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ اذا في درس الار او ار يو دونت نيد تو يوز ذا تيبل، يو اولويز يوز ذا فورمولا ان اوردر تو سولف ذيس ايكويشن. مين عنده سؤال لحد هسه؟ انو عنده سؤال؟ الو واضح الامور. اذا نجي هسه على الاكزامبل الثاني. هاي عندي اكزامبل. In years with more rock bands have recommended to management in this band of 200,000 now in involved methods that will reduce the amount of wastewater, backing material and other solid wastewater. فهذا طالب السؤال estimated the saving are 50. هاي عندك الكاش فلو تقرا the present worth 200,000 وبيجي عندها انا مربح منها 15,000 per year والسالفج فاليو لها after 10 years equal 300,000 if the mar is أيوه. كم المار عندك؟ المار الجيفن هو المينام ابروتش اللي هو المار عندي اللهم صل على محمد. شوي بس كم المار عندي في السؤال؟ المار جيفن ما اعطي نسيت احطه في السؤال، مش مشكله. في السؤال هسه طالب بالسؤال determine the rate of return using that solution. طلع الريت اوف ريتيرن. اوكي طلع الريت اوف ريتيرن، بتقول الريت اوف ريتيرن بناء على بريزنت ويرث تساوي بي في اي بي على اي اي 10 زائد اف بي على اف اي 10، صح ولا لا؟ مظبوط. البريزنت كم؟ 200,000. الان شو تساوي؟ 10. وكم الاف تساوي؟ اف شو تساوي؟ تساوي 10 ضرب 15,000. هاي الفيوتشر ويرث، لانه بحكي لك هذا انه عندك 300,000 وبيطلع معاك بتحل هسه المعادله هاي انت. اوكي معلش بس الحل هذا مره ثانيه، هذا الحل من عند دبل ستار لتحت، هذا ماث. كنت زمان اخلي الطالب يحلها بترال اندرور، ما بدي اياك تحل ترال اندرور، بدي اياك تحل تحط المعادله عادي زي ما هي. حط البريزنت ويرث 200,000 والاي تساوي كم؟ 15,000 والفيوتشر هاي شو تساوي؟ 300,000. والبي على اف فاكتور جيبه من البي على اف من الفورمولا. هاي عندك الفورمولا، شايفين الفورمولا هاي؟ شفتوها؟ البي على اف هيها. اوكي والبي على اي هيها موجود، البي على اي وين البي على اي؟ ذس از بي اوفر اي، بتعوضها ف بتحطها وبتحلها بالآلة الحاسبة فبتطلع قيمة اي. انا هذا حلل لك اياها بطريقة طويلة عن طريق ترايل اند ايرور، فطلع معك الجواب 10.58%. So the rate of return is 10.58%. الهدف اني خليت انا عندك انت اللي بيزرد وقت شو تساوي؟ تساوي زيرو. مرة ثانية من عند دبل ستار لورا no need to go for of it. ليش؟ لانه الحل بالآلة الحاسبة فقط لا غير. زيرو equal b في a، بتحط الفاليو وحط الفورمولا تاعت b ل f and the formula of b على a وبيطلع معك الجواب. هاي الجواب النهائي يطلع معك، حط حله على الآلة الحاسبة. مين عنده سؤال لحد هسه؟ أنو عنده سؤال؟ أنا يرفع ايده. حد عنده سؤال؟ ألو؟
هذا عنده سؤال مهندس؟ تفضلي. هلا، هو حكى انه اخر اشي طلع معه من 8% ل 9%، صح؟ انه بتوين اس. سارة شوف، الحل اللي هذا ما بديش اياه، هذا assumption، خلص حط المعادلة وحليها وطلع معك الجواب بالأقل حسب وانتهينا. واضح ولا لا؟ مهندس تفضلي. هلا مش اخر شيء طلع معنا من بين 8 ل 9؟ لا، هاي اول assumption. معلش مره ثانيه، انتوا مش سامعيني. السوليوشن دبل ستار، شايفين هاي لحديتها ما بدي تطلع عليه، خلص الجواب النهائي مع هاي المعادله. استخدم الآلة الحاسبه فقط لا غير. هذا عباره عن ايش؟ بروسيجر، كيف عندك انت باي هاند كالكوليشن كيف تقرب للجواب الصحيح، بعدين طلع الجواب الصحيح الاخير. ما بدي اياها بالمره من هذا، تمام؟ خلص مباشره حط المعادله هاي، عوض ايه 7000، عوض اف 30000 ب 2000، وحط الفاكتور اس فورمولا وحلها as one equation using the calculator، بيطلع معك الجواب دايركت. طب كمان كم بيطلع الجواب؟ هيو هي الجواب هيو. اوكي 10.5، ايه ذاتس ات، آلة حاسبة وانتهينا. واضح ولا لا؟ مين عنده سؤال؟ عبير مش موجودة. عبير؟ مهندس، أنا كنت بدي أسأل. تفضلي. لو حليت باستعمال الأنيوال أو الفيوتشر وورد، كمان بأخذ الطرف الثاني بساوي زيرو دائماً؟ بالضبط، حط الفيوتشر وورد زيرو، بيطلع عندك بتطلع المعادلة ناقص 200، هاي طلعت تطلع المعادلة فيوتشر وورد يساوي ناقص 200,000 في F على B زائد A في F على A زائد 300,000 عادي. أو الأنيوال وورد حطيها بتساوي زيرو، وخلي الاي مجهوله وطلع الاي بالضبط. تمام اكزاكتلي. هسه نيجي على الدرس المهم الثاني اللي هو المشكله. وين المشكله اللي عندنا هسه؟ اللي هي احنا حلينا هذا السؤال شايفينه بمعادله بالآلة الحاسبه، طيب بس في عندنا مشاكل بتصير عندنا. هلا بس تحل انت المعادلة بشكل عام، بشكل عام مش المعادلة to the power 3 اذا كانت سنوات 4 او 5 او 10 الها باور، صح؟ وبتعرفوا انتو انه رح يطلع معك ممكن اكثر من حل، ثلاث حلول للاي ستار، صح ولا لا؟ بالماث مش اخذنا هيك احنا؟ كنا يطلع معنا اي 1 واي 2 واي 3 واي 4، صح ولا لا؟ مظبوط مظبوط. في اي equation اذا كانت مش non linear كانت second order equation، third order equation، fourth order equation non linear، فبيطلع عندك الاي ستار has many solutions، صح ولا لا؟ طب اي واحد اختار؟ معينته ولا معينته لا؟ فدرس اليوم لا شويه، ممكن اثنين موجبات. الدرس اليوم اللي هو multiple اي ستار values، multiple اي ستار values. اذا كان عندك انت multiples يعني موجود عندك 3 or 4 I star، how do I decide to choose one of them، which one I need to choose. فهسا رح نيجي أول شيء حبة حبة. أول شيء مشان أعرف إنه في عندي بالسؤال ممكن يكون عندي حل واحد أو أكثر من حل، بعمل تشيك على الساينس تشينج. خلينا نشوف شو بعمل تشيك على الساينس تشينج. يرجع السؤال اللي حليناه، هذا السؤال، هذا السؤال كم ساين تشينج عندي في السؤال هذا؟ ال 200,000 بالسالب صح؟ والاي بالموجب والهاي بالموجب صح؟ شو بتعمل؟ بتعمل النت كاشف له، بتشوف بالسؤال هذا كم ساين تشينج عندك؟ 1 ساين تشينج صح؟ ناقص 200,000 زائد في غيره؟ الو؟ الو؟ يا مهندس معاك سامعين؟ جاوبوني، في غيره ساين تشينج هذا في هذا الكاشف له؟ اونلي 1 ساين تشينج من السالب للموجب صح؟ تعال على السؤال اللي قبله، هذا السؤال هذا
هذا السؤال لو تعمل كاشف له له اعمل لي كاشف له ناقص 220 الف تحت 7000 بالموجب 8000 موجب صح. How many sentences do we have؟ واحد exactly. طيب تعال على هذا الكاشف له، هاي عندك كاشف له هذا سالب موجب 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 السنة الأولى بالسالب سنة زيرو بعدين موجب. How many sentences do we have؟ واحد. هذا بنسميه احنا conventional كاشف له. If the sign change is one then we name it conventional كاشف له. مش كده it's called conventional كاشف له. طيب تعال على هذا، كم sign change عندي هنا؟ سالب موجب only also one. This is conventional كاشف له. We call it conventional كاشف له. If there is only one sign change in the كاشف له in net كاشف له بنسميه خد بالك النت بنسميه conventional. تعال على هذا طلعوا عليه، هذا الكاشف لو اللي عندك شفتوا هذا طلعوا هيو كان سالب صار موجب بعد رجع سالب. كم sign change عندي هنا؟ two sign change. اللي بعديه كم sign change عند الأخير هذا؟ كم واحد هذا؟ سالب موجب سالب موجب هاي واحدة اثنين ثلاثة three times. هلا بقول لك النظرية حسب تبعت إيش نوستراداموس في عنا when there is more than one sign change in the net cash flow بهاي الحالة إذا كان عندك one sign change بقدر أجزم إنه I have only one I star. وبحل السؤال طوالي بحط المعادلة present worth أو future worth أو annual worth وعلى الأقل حسب حل طوالي. في السؤال السؤالين الأول والثاني اللي إحنا حليناهم كان عندنا sign change واحد فحطينا على الأقل حسب وحلينا بدون ما نعمل check تمام. فبقول لك when there is more than one sign change in the net cash flow we have to stop now. It's possible that there will be multiple I star value multiple I don't know. فبهاي الحالة بقول لك هسا two steps in order to check. فعندك two steps. أول step نستخدم إشي بسموه Descartes rule of science بعدين Nostromo's criteria. في عندك two steps two tests. test الأول اسمه Descartes rule of science. التست الثاني اسمه Nostromo's criteria مشان حل. افهموني طلع كيف افهمني مليح وركز. بطلع على النت كاشف له بشوف how many sign change in the cash flow. بحكي لك التست the number of real I star value اقل او تساوي من the number of sign change. يعني اذا كان عندي two sign change how I star do I have؟ يلا واحد اثنين. اذا كان عندي two sign change فالنمبر اوف بوسيبل اي ستار يا اثنين يا واحد يعني اعتبرها اثنين على الماكسيمم. اذا كان عندي 3 سان تشينجز كم اي ستار عندي؟ يلا مالتيبل ثلاثه. اذا كان عندي 3 سان تشينجز اي مايت هاف 3 اي ستار راح يطلع عندي احتمال يطلع عندي ثلاث value للآي ستار. إذا كان عندك two sign change احتمال يطلع عندي two value للآي ستار. إذا كان عندي one sign change how many value do I have؟ only one. مشان هيك في السؤال الأول وفي السؤال الثاني بس تيجي بس حلينا بالآية الحاسبة لحاله تلقائيا طلع معاك one answer. ليش؟ لأنه number of sign changes only one صار عندك one sign change فالتلقائية راح يطلع معك واحد. هسا وين مشكلتك؟ إذا طلع عندك النمبر of sign change اثنين أو أكثر راح يصير عندك two I star أو three I star. في هاي الحالة التست الأول اللي هو Descartes rule of signs ما بكفي مشان نحل بنروح على التست الثاني. واضح؟ إذا اتفقنا إنه إذا كان النمبر of sign change equal one خلاص التست الأول successes باس بحله using the calculator وبطلع معاي I star واحد وانتهى وصلى الله وبارك. إذا طلع معاي في Descartes rule of signs the number of sign change اثنين أو أكثر
فبهاي الحالة بعرف إنه عندي أنا multiple value of I star multiple أو أكثر، يعني 2 I stars أو 3 أو 4 أو whatever. في هاي الحالة شو بدي أعمل؟ بدي أروح على التست الثاني اللي هو نستروبس كريتيريا سانز فول. نستروبس كريتيريا، بنستروبس كريتيريا شو بعمل؟ بدي أغلب حالة زيادة، بروح بحول النت كاش فلو لكميوليتف كاش فلو. شو بحول؟ بحول النت كاش فلو لكميوليتف كاش فلو. بعدين بشوف طلع علي، اذا خلص النت كاش فلو خلص منه بتعامل مع الكميوليتف كاش فلو. اف ذا كميوليتف كاش فلو ستارتس نيجاتيفلي، اذا ستارت وذ نيجاتيف ماشي، وفي عندي وان ساين تشين شرطين مع بعض، بهاي الحاله بعرف انه من بين الاي ستار عندي واحد بوزيتيف فقط لا غير. واضح ولا لا؟ يعني من التست الاول اذا طلع معي النمبر اوف اي ستار، افهمني النمبر اوف اي ستار 3، بروح على التست الثاني. التست الثاني اثبت من خلاله لانه بلش بسالب وعندي 1 ساين تشينج. التست الثالث اثبت لي انه عندي ايش؟ 1 اي ستار بوزيتيف. فبعرف انه اذا كان عندي 3 اي ستار راح يطلع 2 نيجاتيف و1 بوزيتيف. فبهاي الحاله طلع كيف الحل بصير. هسه اذا مثلا طلع عندي 2 روتس او 3 روتس اقل من صفر، بهاي الحاله يو ديسكارد بوث فاليوز. بنروح على شيء درس جديد بدناش اياه هسه. اذا البوث اي ستارز اكبر من صفر كمان يو هاف تو ديسكارد بوث فاليوز. اذا كان عندك واحد من اي ستار اكبر من صفر سالب واحد موجب، بهاي الحاله الحل تمام باخذ الموجب. اذا طلع اثنين سالبات وواحد موجب تمام، بس بستثني اثنين سالبات وباخذ الموجب. واضح ولا لا؟ اذا if the results are i star both lower than zero what to do discard both values both i higher than zero discard both values واحد اقل من صفر واحد اقل من صفر use i star as the one that is positive. هسه خلينا نشوف. معلش سؤال طلع مشان نفهم السؤال. بالسنة الأولى دفعت ناقص 16,000، بالسنة الثانية ناقص 5,000، ناقص 6، ناقص 7، ناقص 8، ناقص 9، تمام؟ الإكسبنسز هاي الإنكم 3,000. طلع لي النت كاش فلو. النت كاش فلو السنة الأولى شو تساوي؟ ناقص 16,000، السنة الثانية ناقص 2، السنة الثالثة 9 ناقص 6 ناقص زائد 3، 15 ناقص 7 زائد 8، 16 ناقص 8 8، 8 ناقص 9 سالب 1. How many signs gen do I have here? يلا عدوا لي اياهن. الو؟ اثنين مزبوط. ناقص اثنين لموجب ثلاثة، هاي sign change الاولاني من موجب ثمانية لسالب واحد، هاي sign change الثاني. The sign on the net cash flow changes indicating two possible I stars. ليش؟ كم sign change عندي انا؟ Two sign change. صح؟ مزبوط؟ صح. كم بوسيبل اي ستار عندي؟ اثنين. مهندس بس عيدها. نعم بحكي عيدها. كم ساين تشينج عندي انا صار؟ اثنين. اذا عدد الاي ستار المحتملات اللي عندي راح يطلع عندك 2 اي ستار. النمبر اوف ساين تشينجز ان ذا نت كاش فلو ايكوال النمبر اوف ساين تشينجز ايكوال ذا نمبر اوف بوسيبل اي ستار. اذا انا قبل ما احل لازم اعرف كم اي ستار ممكن يطلع عندي. قبل ما احل طلع عندي الاي ستار هذا كم اي ستار راح يطلع عندي كعدد؟ 2 اي ستار. هسه الهدف الموضوع من الكريتيريا ما بدي اغلب حالي انا، ما بصيرش احله بالآلة الحاسبة واغلب حالي. ليش؟ بروح على التست الثاني. ليش؟ لانه من التست الثاني بقرر لي هل الاي ستار اللي عندي واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف ولا اثنين بوزيتيف ولا اثنين نيجاتيف بدون ما احل. فهمتوني ولا لا؟ لانه اذا طلع الاي ستار الثاني اللي عندي نيجاتيف ديسكارد ذا ايش ذا سوليوشن، مش داعي السؤال احل، مش داعي اغلب حالي واحل السؤال. اذا طلع الاي ستار الثنتين بوزيتيف كمان مش داعي حالي اغلب السؤال. اذا طلع واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف بغلب حالي بحل السؤال، لاني راح انا اذا كان واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف باخذ ايش؟ البوزيتيف. واضح السؤال ولا لا؟ فكره.
فأنا من التست الأول اللي هو تبع الديسكارتيز رول اوف ساينز طلع معي البوسيبل نمبر اوف اي ستار تساوي 2. بروح على التست الثاني بطلع الاكيوميليتيف. كيف طلع الاكيوميليتيف؟ يلا ناقص 16 زائد 3 ناقص 16 بتحطها بعدين ناقص 16 ناقص 2 ناقص 14 ناقص 14 زائد 3 ناقص 11 ناقص 11 زائد 8 ناقص 3 ناقص 3 زائد 8 زائد 5 زائد 5 ناقص 1 زائد 4. اطلع على النت كاش فلو شفتوه ولا لا؟ الو مهندس سعيد هم كيف نطلعهم؟ كاش فلو الكاش فلو اكيوميليتيف كيف طلعته؟ ناقص ناقص 2 ناقص 14 ناقص 14 زائد 3 ناقص 11 اكيوميليتيف ناقص 11 زائد 8 ناقص 3 ناقص 3 زائد 8 زائد 5 زائد 5 ناقص 1 زائد 4 صح؟ في التست الثاني شو بقول لك؟ تعمل الاكيوميليتيف كاش فلو. عملتها اف ذا اكيوميليتيف كاش فلو ستارت نيجاتيفلي بتكمل بلش بوزيتيف ولا نيجاتيف بلش كاش فلو عندي؟ نيجاتيف نيجاتيف اذا بكمل لانه اذا بلش بوزيتيف تعمل ستوب. هذا الكريتيريا فيل تزبطش معاك بتكمل في السؤال خلاص. واضح ولا لا؟ واضح. الكاش فلو ستارت نيجاتيفلي كمل حلك. هاي اول شرط انه الكاش فلو بلش سالب. طيب كم ساين تشينج في الكاش فلو؟ واحد. اكزاكتلي واحد. فطلع على الكريتيريا if the accumulative cash flow starts off negatively and has only one sign change معناتها لاحظ انا حكمت بدون ما احل ما حليتش لا معادله ولا شيء حكمت طوال معناتها انه التست الاول اعطاني قرار ان في عندي two possible i star. التست الثاني بما انه بلش نيجاتيف وفي عندي two عندي one sign change اثبت لي انه واحد من هاي ال 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 اي ستار نيجاتيف واحد بوزيتيف. بمعنى اخر انك اتورث انك تحل السؤال حله عادي وراح يطلع معك واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف. فبهاي الحاله بتاخذ البوزيتيف. اطلعوا الكل معاي لو طلع معاي مثلا هاي ناقص 4 فور اكزامبل هاي ناقص 4 شفتوها؟ بهاي الحاله عندك انت بلش سالب تمام بعدين موجب بعدين سالب صار عندك two sign change. هاي معناتها انه التو اي ستار اللي من التست الاول راح يطلع معك يا ثنتين موجبات يا ثنتين سالبات. فمش داعي حالك تغلب حالك وتحل. مهندس تفضل. لو كان عندي مثلا بالتست الاول three sign change معناتها في عندك 3 اي ستار معناتها عندي 3 وكملت على ال بتكمل اذا تحقق الشرط عندك انه بلش سالب وعندك ساين تشينج واحد معناتها من الثلاثه واحد بوزيتيف والثاني نيجاتيف اجباري. اوكي ماشي. طب هلا هاي بتحل السؤال بتكمل حله لكن التست الثاني فشل يعني ما تغلب حالك في الامتحان تقول لي فيش وقت. لا تقول لي في امتحان فيش وقت بدك انت تعمل تيست. يا بتحكي لي انه ما بنحل لانه ثنتين راح يطلع بوزيتيف او ثنتين نيجاتيف او بتقول لي من التيست الثاني واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف اتورث اني احل السؤال. انا بدي احل السؤال. واضح ولا لا؟ واضح. فهذا السؤال لاحظ حله هسه انت في البيت هسه انت عندك حله حط انت حلو بالبريزنت ورك بتحله ناقص 12000 ناقص 2000 في اف على بي سنه زائد 3000 في اف على بي ثلاث سنتين زائد 8000 في اف على بي ثلاث سنين زائد 8000 اف على بي اربع سنين ناقص 1000 اف على بي خمس سنين. صح ولا لا؟ بتعملوا بسؤال طويل لانه ايش غير منتظم مش يونيفورم. صح ولا لا؟ بتطلع البريزنت ورك بتخلي الاي ستار هذول بتساويها بالزيرو وبتحل. هسا اتورث انك تحله لانك عارف انت مسبقا انه راح يطلع عندك 2 اي ستار واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. شو عرفك انه واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف؟ من الاكيوميليتيف كاش فلو تبع الستروموس كريتيريا.
مهندس نعم كونه ضايل اربع دقائق بكاش تحكي لنا كيف نعمل الكويز اونلاين. الكويز اونلاين طيب ماشي. بكره بعطيكم زوم ربع ساعه عليها خلص بكره اليوم انا بكون في زوم ربع ساعه بس بفتح لكم اونلاين على الاي ليرنينج بعمل لك سبمت على الكويز وخلص. تعملوا لي ايش ديمو واحد ديمو خمس دقائق بس. ماشي ماشي توكل على الله. خلينا هسه نشوف الاكزامبل هذا بس بدون ما بدناش نحل هسه احنا بدناش نحل بدنا نعمل الجدج كم طلع السؤال الاول طلع السؤال هاي الكاشف له يلا طلع لي اياه 2000 ناقص 5000 ناقص 8000 زائد 6000 هذا كم سنت تشينج عندي هسه يلا 2 عندنا اذا كم عدد الاي ستار المحتمله 2 هو اي ستار تمام تمام اعمل لك كيوميليتيف 2000 ناقص 500 1500 8100 ناقص 6000 6 ايوه 6 زائد 6 بيطلع عندك هاي الاكيوميليتيف هذا بلش بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف ما كملش اذا انا بقدرش احكم بس حكمت شو معناته يلا شو معناته بلش بوزيتيف يلا يلا شو معناته معناته انه التو اي ستار اللي بده يطلع عندي هنا يا ثنتين بوزيتيف يا ثنتين نيجاتيف وفي كلتا الحالتين ارجع هنا both are discarded if the both i star negative discard both values if both i star positive also discard both values اذا كانت ال i star واحدة اكبر من صفر واحدة اكبر من صفر use the positive one عظيم فهمين ولا فهمين في هذا السؤال التست الثاني good اعطانا لانه start negatively وفي عنده one sign change هذا start positively خلاص وقف انتهى بقدر احكي لك انا انه راح يكون عندك 2 اي ستار واحدة ثنتين بوستيف او ثنتين نيجاتيف تمام السؤال طالب اذا شو الفرع الاول شو حله حله انه الماكسيمم نمبر اوف اي ستار ار2 الفرع الثاني رايت ذا بريزنت وورث ايكويشن عمل لي اياه بريزنت وورث هذا حليته بطريقه الماث مش مطلوب لك تحله بس مشان اثبت لك انه طلع عندي 2 اي ستار واحده 7.47 واحدة 41 رسمته هاي التقاطع هنا اثبت لك هنا من خلال التست هذا انه طلع عندي 2 اي ستار طلع ثنتين بوزيتيف وان شاء الله الكلاس الجاي بنحضر بوديكم على الواتساب ان شاء الله متى بدي اعطيكم ديمو على هاو تو سب ذا كويز اونلاين بس ربع 10 مينتس السلام عليكم